أما هلأ نور بدنا ننتقل بفقرتنا الأولى. كتير بنشوف أشخاص بيصعب عليهم أنه يصوموا، بيكون عندهم صعوبة بالتحمل الصيام لفترات أو لساعات طويلة، فكمان الصيام بيعمل لعنا قيم، نحن كيف نحن ممكن نصبر نتعلم نحافظ على نظامنا الغذائي، وكتير خصوصا هلأ بوقت الامتحانات يعني بيلاقوا صعوبة بين الصيام وفترة الامتحانات سوا. ويمكن عفاف كتير من الأهالي بيستغلوا هذا الشهر الكريم ليغرسوا كتير من المبادئ والقيم. صحيح. عند أطفالهم الصبر، طولة بال، قديش فعليا حس بالغير، أساسا مفهوم الصيام جدا جميل، كيف فينا فعليا نترجمه للطفل اليوم بطريقة سلسة غير المباشرة، بعيدا عن المباشرة، من خلال زرع بعض القيم. صحيح. الجميلة. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الاختصاصية التربوية راما حمود. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، إن شاء الله هيك صباحات وبدايات مشرقة إن شاء الله للجميع. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نحكي، أكيد نحن هلأ بنلاقي صعوبة بالاستعداد للصيام، كيف نحن فينا نهيئ نفسنا لحتى نستعد للصيام؟ هلأ بداية الأمر ببلش من عند الوالدة. طبعا نحن بنعايد كل أمهاتنا، كان مبارح عيد الأم، هي المسؤولية الأكبر بتقع على عاتقها. أكيد. إن كان بالاستعداد كمنزل بشكل كامل أو كأطفال. لهيك أنا رح أحكي بالجانبين. أول شيء المنزل، أنا مشان ما حمل حالي عبء أكبر خلال شهر رمضان، خاصة أنه نحن بشهر رمضان بنعاني شوي من التعب، لهيك أنا يفترض قوم بتجهيز البيت قبل شهر رمضان، إن كان بما يتعلق بالتنظيف، إن كان ما يتعلق بأمور الحلويات أو بتجهيز المائدة، يعني لوازن البيت بشكل كامل، أو يعني قدر الإمكان أنه في يكون في مونة غذائية بالبيت. هي بما يخص الأمور اللي بتتعلق بالمنزل، لكن الأمر مختلف تماما عند الطفل. أنا ممكن أشركه بكل النشاطات، إن كان إحضار الأغراض، إن كان أيضا تجهيز المنزل، وإن كان على جانب التزيين، لأنه في طبعا هي بتختلف من أسرة لأسرة. صحيح. في أسر عندها أطفال صغيرة فهي بتلجأ لتزيين المنزل لحتى نبلش نحبب الطفل بفكرة الصيام. صحيح. أو يخليه شوي يتقبله. طب خلينا نحكي عن بعض القواعد لاستقبال شهر رمضان المبارك. ذكرتي خلال حديثك قديش فعليا بعض الاستعدادات من عند الأهل بتأثر بالأطفال، خصوصا الأطفال بأول عمر، يعني احنا عم نحكي عن 5-6 سنوات ما بيعرفوا كثير شهر رمضان. فعليا بعض الاستعدادات انا لمهد لهم لشهر رمضان المبارك قديش فيني انا استقبله بطريقه مختلفه. مو يعني ما عم نحكي نحن عن زينة، بنعرف الظروف الماديه والاقتصاديه الصعبه، بس بعض التفاصيل الجميله فعليا خلينا نركز عليها، قديش فينا نستقبل هيدا الشهر مع اطفالنا، وقديش فينا فعلا فينا نزرع بعض القيم الجميله خلال هيدا الشهر. هلا انا بهذا الشهر اولا عمليه تعليم الطفل وغرس القيم الايجابيه عنده هي ممتده طول العمر من بدايه. صحيح. وجود الطفل. صحيح. لكن انا بستغل المناسبات والاحتفالات وخاصه الدينيه منها لحتى علم هذا الطفل او اغرس ونمي القيم الايجابيه. صحيح. عنده اهم القيم هي انه شوي يبلش قيمه الادخار، يعرف قيمة الادخار، لأنه هو غالبا بهذا الشهر ما رح يحتاج للمصروف اليومي. فأنا ممكن استغل هي المدة حتى علمه أنه يدخر بعض من المصروف. لكن أنا بدي قابله بهذا المجال أنه أنا إذا كان طفلي صغير وجمع المبلغ معي، أنه أنا أكون صادقة معه ورجع له المبلغ كما هو، حتى لو ما بيعرفه أنا عم بعلمه كمان هون بناحية تانية الصدق. فأنا عندي قيمة الادخار، في عندي قيمة الصدق، وفي عندي كمان قيمة اللي هي الأهم، أنه أنا من هذا المصروف يعني حاول أنه خليه لعمل خيري، يعني نساعد الأفراد المحتاجين بالمجتمع لحتى يشعر بفائدة الصيام. لأنه الطفل بهي المرحلة غالباً بيكون فضولي جداً. صحيح. هو بيطرح تساؤلات كثيرة لوالدته خاصة، أنه ليش نحن منصوم؟ ليش أنت ما عم تاكلي؟ ليش أنا عم باكل؟ خاصة إذا كان غير مكلف بالصيام. صحيح. بعمر صغير جداً. هاي الأسئلة كثير بتكون نوع من الذكاء، لكن هي يعني أسئلة معرفية. يفترض. صحيح. يفترض أنا أشبع له فضوله بهذا المجال، علمه فائدة الصيام، إنه هو أكثر
أكثر من أنه امتناع عن الطعام والشراب، لأنه أنا ما بدي أعلمه فقط أنه يصوم عن الأكل والشرب، أنا بدي أعلمه الهدف من الصوم يعني أساساً عن لما أقول أنا عن الأكل والشرب تمام. الشعور بالآخر كيف فيني أحس بالآخر اللي فعلياً هو صحيح. عم يتعب لقدر يحصل على لقمة عيشه، وفي بعض الناس ما بتقدر فعلياً تحصل على اللي بنحصل عليه، فهو تمام. مفهوم كتير جميل اليوم، حتى أنه يبتعد عن الأفعال السيئة أو السلبية الموجودة بالمجتمع أو اللي ممكن يكتسبها بمحيطه مثل الكذب، الغش، النميمة، يعني علمه أنه مو بس فقط امتناع عن الطعام والشراب، هي امتناع عن كل ما هو سيء. فأنا هون بكون عم بغرس قيم إيجابية عنده. أهم شيء القاعدة الثانية أني أنا شجعه وكافئه قدر الإمكان، وإن كانت بكلمة طيبة، يعني حاول أنه فعل الحوار الهادف والفعال بيني وبين طفلي وقرب المسافة، يعني أنا أستغل هي المناسبة حتى فعلا غير السلوكيات اللي ممكن أحيانا بخضم الحياة الاجتماعية تاخدنا أنه نبتعد عنها شوي نظرا للمشاغل، يعني مو أكتر من هيك. أكيد كمان بنشوف أطفال تحت سن العشر سنوات أو بيكونوا صغار كتير متشجعين ومتحمسين أكثر من أهاليهم لحتى أنهم بدهم يصوموا، وبتكون المهمة كتير صعبة عليهم أوقات، يعني الطفل ما عنده هاي المناعة لحتى يضل فترة طويلة، بده صبر وبده إرادة قوية. كيف نحن فينا نقدم للطفل نصائح أو نسهل له يعني طريقة الصيام بطرق محددة وسهلة؟ هلأ نحن عندنا نوعين من الصيام مختلف عن صيام الكبار بالنسبة للأطفال الصغار. أول صيام هو الصيام اللي بيكون تحفيزي، يعني أنا الطفل عندي رغبان بفكرة الصيام، فأنا بلعب عليه أنه أنا ما بفيقه على السحور، على وقت السحور اللي أنا بتسحر فيه كبالغ نتأخر شوي تماماً، وقت بفيق هو بيستيقظ صباحاً، أنا هون هي فترة السحور عنده وبخليه هون يتناول وجبة الإفطار اللي هي الوجبة الطبيعية وبعدين بقول له أنه أنت انوي هون الصيام وبلش صيامك. وقت بتجي وجبة الغداء نظراً لأنك طفل فرب العالمين سمح لنا أنه أنت تتناول شيء خفيف لحتى تقدر ترجع كمان تصوم، فهذا الصيام هو الصيام التحفيزي لحتى يقدر أنه كل فترة يتحفز تماماً لحتى يوصل لفترة الإفطار الحقيقي، بيفطر معنا مثله مثل الكبار. لكن في عندي نوع تاني هو الصيام التدريجي يلي أنا بتبعه مع ابني وقت بيصير بالعمر المحدد للصيام يلي هو العشرة أعوام مثل ما تفضلتي حضرتك. فأنا هون بقى ببلش معه أنه أنا أول يوم رح خليك تصوم 3 ساعات، ثاني يوم 4 ساعات هيك لحتى ساعة لحتى أقدر فعليا بشكل تدريجي. فهون أنا وطبعا مع غرس القيم اللي أنا حكيت عنها لحتى يكتسب، أنا الغاية من الصيام هو غرس القيم أكثر من أنه هو يمتنع عن الطعام والشراب مثل ما حكينا. طيب أستاذ راما خلينا نحكي عن نقطة كتير مهمة للأسف هي مشهورة بمجتمعاتنا، بيقول لك خلقه ضيق لأنه صايم، اتركه هذا صايم، أنا معصب ما حدا يحكي معي اليوم لأني صايم. والطفل نوعاً ما هو بياخد كل شيء من المحيط من العائلة، بيكتسب حتى أفعاله هو انعكاس للمجتمع أو البيت اللي عايش فيه. هي البعض من السلوكيات الخاطئة عند الأهل قديش فعلياً بتأثر بمفهوم شهر رمضان المبارك والصيام. في كتير سلوكيات سيئة، لا أنا بدي أعلم طفلي خلال هيدا الشهر الكريم واستغله ببعض فعلياً القيم والمبادئ الجميلة، فأنه مثلاً لا تقربوا على بابا اليوم لأنه صايم، لا يفطر معصب. نحكي معصب، هي صار مفهوم دارج يعني للأسف. هلأ هو الغاية من فكرة الصيام بما أني أنا شرحتها لطفلي فأنا يفترض طبق له إياها بشكل صحيح. عملي واقعي لحتى هو يقتدي فيني، أنا قدوته الأولى، أنا اللي على تماس معه. فأنا بدي ابتعد عن فكرة الصيام اللي قلتي إنه هي بغالبية المجتمع إنه كله متوتر وكله معصب، لأنه الصيام هو أسمى شيء بيعمله إنه هو بيهدي النفس، يعني بنحاول نكبت أعصابنا ونهديها ونحافظ على عواطفنا لحتى تمر هالفترة على خير. فأنا كل ما كنت هادئة الأعصاب رح ينعكس هذا الشيء على جو الأسرة بشكل كامل صحيح. وبشكل طبيعي، فالطفل كل ما شاف أسرته أكثر اتزان هو رح يكون أكثر اتزان. وأنا هون بستغل هاي الفترة لحتى إذا كان طفلي كتير الحركة والنشاط أنه أنا فعلا أول ضبط لسلوكه شوي تماما خفف الحركة، وهون أنا بتجه بقى لحتى أعمل برنامج لوحة حائط بثبت عليها الطفل السلوكيات اللي اكتسبها خلال شهر رمضان. هذا هو الأهم،
أنا بلعب على فكرة الألوان لأنه الألوان هي الجذابة للطفل، طبعا مع تقديم المكافآت والحوافز لأنه هي الشرط الأساسي. طبعا ما بنجعلها غاية أنه في حال الطفل ما صام معناته أنا بعاقبه، ببتعد عن إجبار الطفل أو إكراهه على الصيام لأنه هو رح يعمل الفعل المعاكس. صحيح. هو رح يفطر بدون ما أنا أعرف. في أمهات نفس الوقت أمهات بتخاف على أطفالها من الصيام، بتقلك لا صغير أو عمره ما بيناسب، أو حتى لو كان عمره 15 سنة لسه بتلاقي طفل بتقلك صعب الصيام عليه، وخصوصا هلأ شهر رمضان جاي بفترة الامتحانات، يعني رح يكون كتير صعب، وأمهات كتير بتخاف بتقلك شو بده يركز بالامتحان، لازم يأخذ وجبة غذائية مشان يقدر يركز بالامتحان، وكيف بده يصوم. بهيك حالة نحن شو منقدم نصائح للتعامل معه؟ هلأ أول شيء أنه أنا خلي هذا الطفل خاصة إذا كان بفترة الامتحانات أنه يكتر من المشروبات، طبعا يبتعد عن المنبهات قدر الإمكان، يعني نقلل منها ونتناول الوجبات الغنية بالفيتامينات والمعادن اللي هي بحاجة هذا الطفل البالغ أحيانا بهي الفترة. في عندي أمرين أنا بتدخل فيهم كأم وبخلي أجبر طفلي أنه يفطر، هو حالة التعب والإرهاق الشديد أو وجع الرأس اللي كتير مبالغ فيه، لأنه أنا هون عندي معناته الطفل بلش يشعر بالجفاف وأنا هون بقى بيحتاج للسوائل فيفترض يفطر هذا الطفل. النوع الثاني هو أنه إذا صار في عندي دوخة أو قلة تركيز خاصة بفترة الدراسة كمان يفترض أنه يفطر لأنه هون خفض عندي معدل السكر. طبعا انه يبتعد عن السهر المبالغ فيه، وفترة الدراسة او وقت الدراسة هي بعد الافطار بساعتين، لانه هون المعدة ارتاحت وبلش الدم ينضخ للدماغ اكثر من الفترة اللي هي مباشرة بعد الافطار، لانه كل الدم الموجود بالجسم بيتجه للمعدة لحتى يساعدها بعملية الهضم. لهيك انا يفترض راعي هي الامور وقت الدراسة والابتعاد عن المنبهات والمنشطات وغيرها، وكثر من الخضار والفواكه. أكيد بدنا نتشكرك بالختام، خلص وقتنا معك، وإن شاء الله هيك رمضان كريم عليك وعلى أولادك وعلى كل العالم. نتمنى كل العالم تلتزم بهي النصائح والأطفال، ونتمنى لهم شهر مبارك وامتحانات سهلة كمان. أكيد نتشكرك الأخصائية التربوية راما حمود على كل نصائح اللي حكينا عنها، شكرا كثير لك.